قول لي بقى يا حازم، تعمل لي انضف عسل من ايه؟ يعني زي حضرتك ما تحب، اصلها مواسم. يعني النحله ممكن يرعى مثلا على زهره الموالح، ممكن يرعى على زهر برسيم. ما فهمتنيش انت، برسيم ايه يا حازم؟ برسيم ده اكل الحمير. لا هو بس في لبس، هو النحل بيرعى على الزهره، والزهره نفسها نظيفه جدا. لا 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 لا، تعال انا هقول لك. تعال معايا. عارف ايه ده؟ لا معقول يا باشمهندس؟ ده عفيون. ايه مالك اتخضيت ليه؟ انا عايز النحل بتاعك يرعى الافيون بتاعي. عايزك تستغل كل امكانياتك في تسخير النحل بقى يا بطل. ايوه انا كده فهمت، انت عايزني اعمل لك عسل بالمخدرات. لا انا مش عايز اعلك يروح لبعيد، انا اصلا ما بدخنش. ايوه بتتاجر فيه، قصدي حضرتك بتتاجر فيه زي فيلم كيف يعني. انت بتحب الافلام يا حازم؟ لا انا مش تاجر مخدرات. هفهمك، انا عايز عسل يونيك ليه والحبايبي على الفطار، والعسل ده مش هيجي غير من الزرعه دي. الافيون يا حازم زي ما فيها ضرر فيه نفع، نحل بقى هيدينا نفع وتجنبنا ضرره. مش مقتنع؟ ها هقول لك، انت تطلق النحل وتسيبه هو اللي يختار. لو سرح على الافيون يبقى ذنبه، اتحاسب عليه هو بقى قدام ربنا. انا مستعجل على العسل، بكره ولا بعده هسلمك دفتر شيكات الحساب اللي احنا فتحناه، حطيت لك فيه 1,000,000 جنيه، وانت اللي هتحدد المرتب اللي انت عايزه. واللي بقى هدوق اول اطفال انت. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.